السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، اليوم محاضرة اليوم بنتكلم فيها عن الحماية ضد الإشعاع الصادر أثناء عمل أشعة تشخيصية، Radiation Protection and Diagnostic Radiology. تعال الأول عشان زي نعرف نحمي نفسنا من الأشعة أثناء عمل أشعة تشخيصية في القسم أو الوحدة اللي أنت شغال فيها. نتعرف الأول ما هو الإشعاع، What is radiation. Radiation is the emission or transmission of energy in the form of waves or particles through space or through material medium. يبقى إذن الإشعاع هو عبارة عن انتقال أو إشعاع الطاقة من على هيئة طبعا أو على صورة موجات أو particles دقائق خلال الفضاء أو خلال الأجسام المادية. طيب الأشعة طبعا دي بتكون إما في صورة موجات ألفا أو بيتا أو إيه جاما. طيب تعالوا نتعرف على تاريخيا كده علماء الفيزياء اللي هم اشتغلوا في الإشعاع وفي الذرة. طبعا كان من أول الناس قديما ديمقراطيس سنة 460 قبل الميلاد ودالتون 1803 ميلاديا، ثم بعد كده تومسون 1897، ثم رازرفورد 1912، بعد كده العالم بور 1913، وبعد كده العلماء العصر الحديث اللي اتكلموا عن الذرة وإن والإلكترون تواجده في صورة اللي هو السحابة الإلكترونية زي العالم أينشتاين. دول العلماء اللي هم علماء الفيزياء اللي هم يعتبروا أول الناس المكتشفين للذرة ومكونات الذرة ووصف الإلكترون ووصف البروتون والدقائق اللي بتطلع من الانشطار النووي أو الاندماج النووي. طبعا الذرة بتتكون من النيوكليوس النواة والإلكترونز اللي بتدور حول النواة زي ما انتم عارفين، وإن النواة كتلة الذرة بتتركز أساسا داخل النواة اللي بتحتوي على البروتونز الشحنات الموجبة والنيوترونز اللي هي الشحنات المتعادلة. الذرة طبعا الأبعاد بتاعتها تقريبا 10 أس ماينس 8 من السنتيمتر، يعني الـ 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 الأبعاد بتاعتها صغيرة جدا. النيوكليوس تقريبا 10 أس ماينس 12 من السنتيمتر، الإلكترونز أقل من 10 أس ناقص 16 سنتيمتر، البروتون والنيوترون أقل تقريبا يعني 10 أس ناقص 13 سنتيمتر، وبعد كده الكوارك أقل من 10 أس ناقص 16 من سنتيمتر. تعالوا بقى في السلايد دي نعرف قدرة هذه الأشعة على اختراق الأجسام، Radiation Particles and Penetration، دقائق الإشعاعية واختراقها. طبعا الدقائق ألفا لو أنا حطيت شيتات من الورق والألمونيوم والرصاص والمية ووتر تجد أن دقائق ألفا
ما تقدرش تخترق حتى الشيت او رقيقة الورق. دقائق بيتا ممكن تخترق الورق وتيجي تصطدم بالشيت بتاع الالومنيوم، معدن الالومنيوم ما تقدرش تخترقه. الجاما او الاكس راي بتخترق الورق وتخترق الالومنيوم وتصطدم بالرصاص وتمتص عند الرصاص، ما تقدرش تعدي من الرصاص. النيوترونز من الدقائق اللي لها طاقة عالية جدا وتستطيع أن تخترق كل الأجسام، والحاجة الوحيدة اللي هي تعتبر حماية ضد النيوترونز المية، تحتوي على طبعا الدقائق الجزيئات الهيدروجين والهيدروجين والهيدروكاربونز من العناصر والمواد اللي هي التي تستطيع ان تحميك من هذه النيوترونات، لان بتحصل النيوترونات امتصاص ليها من خلال هذه الايه الجزيئات الموجوده فيها جزيئات الهيدروجين. types of radiation في هذه الشريحة نتكلم عن أنواع الإشعاع. العلماء قسموا الأشعة إلى نوعين: أشعة مؤينة ionizing radiation و non-ionizing radiation. الأشعة non-ionizing radiation بتتميز بأن طول الموجة بتاعها بيكون كبير جداً والتردد بتاعها بيكون أقل قليل جدا، يعني للغاية التردد بتاعها قليل جدا للغاية، لأن في علاقة طبعا زي ما انتم عارفين علاقة عكسية بين التردد والطول الموجي للمواد الإشعاعية. ولذلك النون أيونايزنج راديشن الأشعة الغير مؤينة زي الضوء المرئي الفيزيبل لايت، الانفراريد، الأشعة تحت الحمراء الالترا فايلوت، امواج الراديو، المايكرويفز، دي انواع الموجات اللي هي النون ايونايزنج راديشن، تتميز بالطول الموج بتاعها الكبير والتردد المنخفض. المصادر بتاعتها طبعا خطوط الطاقه الباور لاينز، موجات الراديو FM، المايكروويفز، امواج التلفزيون تلفزيون تي في، راديانت هيت الاشعاع الحراري. اما الايونايزنج راديشن زي الاكس راي وجاما ريز طبعا تتميز بالتردد العالي جدا والطول الموجي بتاعها بيكون قصير، ودي طبعا مصادرها طبعا الميديكال اكس رايز وراديو اكتيف سورسز اللي هي المصادر الايه مصادر النشطه المصادر ذات النشاط الاشعاعي، ممكن تكون هي مصدر هذه الموجات الايونايزنج راديشن. دي لها تاثيرات خطيره جدا على صحه الانسان. ليها طبعا تاثيرات بيولوجية biological effect of ionizing radiation. خطورة الأشعة المؤينة إن هي بتؤثر على الـ DNA المادة الوراثية في الخلية بتاعة الجسم البشري وبتعمل لها تلف طبعا، وده بيؤدي إلى حدوث تشوهات وتحول، ممكن تتحول الخلية من خلية نورمال الى خليه اب نورمال، خليه سرطانيه ممكن تؤدي الى الكانسرز. زي ما انتم شايفين كده الخليه الاشعاع بيؤثر الراديشن الايونايزنج راديشن بيؤثر على الدي ان ايه الماده الوراثيه الموجوده في الخليه، وبيحول الخليه من خليه طبيعيه الى خليه سرطانيه كانسر سيل طبعا، وتنمو طبعا نمو غير محكوم ان كنترولد جروس،
وبتؤدي في النهاية للتو تيومر اللي هو الورم. راديشن سنسيتيفيتي، حساسية للإشعاع، بتختلف طبعا باختلاف نوع الخلايا. انا عندي الخلايا الستيم سيلز، الخلايا الجذعيه الخاصه بي، لو انا هشوف الحساسيه بتاعت هذه الخلايا للاشعاع اجد ان اقل انواع الخلايا تاثرا بالاشعاع اللي هي الماسلز، الخلايا انسجه العضلات، البرين، المخ، سباينال كورد، الحبل الشوكي. بعدين في التسلسل في الحساسيه طبعا البونز، العظام، اللانجز، الرئتين، الكيدنز، ليفر، ويلي على طول الفاسكولار جروينج بونز، الاوعيه الدمويه، والعظام الناميه اللي بتكون لسه، وخصوصا العظام بتاعت الايه سن الايه ما قبل البلوغ. طبعا بتبقى العظام في مرحله الايه النمو، الجروينج بونز. يلي السكن، الجلد، السوفيجاس، أورال ميوكوزا، طبعا الأغشية المخاطية بتاعة المريء، والأغشية المخاطية بتاعة الفم. ثم بعد ذلك أكثر الخلايا والأنسجة حساسية للإشعاع بتكون الأعضاء الليمفاوية، الليمفويد أورجنز، هي المسؤولة عن المناعة. البون مارو، النخاع العظمي المسؤول عن تكوين خلايا الدم. الجونادز اللي هي الأنسجة التناسلية زي التستس، أنسجة الخصيتين الذكر واليوترس والأوفيريان في الأنثى. السمول انتستنس، القناة الهضمية. سليفري جلانس، الغدد اللعابية، دي من أكثر الخلايا والأنسجة حساسية للإشعاع. Classification of radiation effects، العلماء قسموا التأثيرات الإشعاعية إلى direct effect، تأثير مباشر، و indirect effect. التأثير المباشر طبعا بيعمل biochemical lesions، يعني نخر أو ضرر كيميائي حيوي، وهذه التأثيرات العلماء قسموها أيضا deterministic effect، تأثيرات محددة، و statistic effect، stochastic effects اللي هي تأثيرات عشوائية. التأثيرات اللي هي المحددة زي lethal DNA damage، تلف بالمادة الوراثية DNA، تلف بيكون قاتل وخطير. cell death، موت الخلايا. tissue and organ function، تأثير طبعا على وظيفة الأنسجة والأعضاء، ودي طبعا أمثلة لها زي الزيروستوميا والأستيو راديو نيكروزيس، نخر في العظام، كاتاراكتس اللي هو المية البيضة اللي بتسببها في العين، الفيتال ديفلوبمنت طبعا تطور في خلايا الجنين. استكاستيك افكتس، تأثيرات عشوائية تكون أقل خطورة وأقل ضرر بالمادة الوراثية. طبعا جين ميوتيشن بتحدث طبعا في المادة الوراثية طبعا طفرات، replication of mutated cells طبعا بيحصل تضاعف للخلايا المشوهة دهية.
ودي في النهاية طبعا بتؤدي طبعا لحدوث طبعا أمراض تكون لها تأثيرات خطيرة على صحة الإنسان، مثال ليها اللوكيميا طبعا اللي هو سرطان الدم، ثايرويد كانسرز سرطان الغدة الدرقية، سليفري جلاند تيومرز أورام الغدد اللعابية، والهيريتابل ديزوردرز اللي هي الأمراض الموروثة. ايضا هنا الكورونري انجيوبلاستي توايس ان ا دي فولود باي باس جرافيت بيكوز اوف كومبليكيشنز. الشريان التاجي لما بنيجي نزرع الأسطرة التاجية اللي بتتحط في بنزرعها في الشريان التاجي وبنعملها تتبع من خلال الأشعة التشخيصية، بتسبب طبعا مضاعفات لأن الجرعة تكون تقريبا مفروض 20 جي حسب طبعا محددتها طبعا الجمعية الدولية لحماية من الإشعاع اللي هي الانترناشنال كوميشن راديشن بروتكشن. وبيقول لي طبعا ان من 6 ل 8 اسابيع افتر مالتيبل كورونري انجيوغرافي اند انجيوبلاستي بروسيجر الاجراء اللي بيتم من خلال زرع الاسطره التاجيه باستخدام طبعا الاشعه التشخيصيه طبعا من 16 ل 21 اسبوع، من 18 ل 21 شهر after the procedures showing tissue necrosis. طبعا بتسبب طبعا تلف للانسجه ونخر فيها. close up photograph the lesions shown. شوف هنا بتشوف طبعا الليجنز اللي حدثت نتيجه التعرض للاشعه التشخيصيه المستخدمة في زرع الأسطرة التاجية، تأثيرتها طبعا السلبية. نتعرف على الوحدات اللي بتستخدم في قياس الجرعات الإشعاعية اللي هي radiation doses. طبعا التعرض لتعرض الشخص للأشعة بنحتاج نحن نعرف نقيس هذا مقدار هذا التعرض وهذه الكمية من الطاقة اللي تعرض لها الشخص سواء كان الستاف أو البيشنت. بنقيسها ازاي؟ طبعا في عدة وحدات بتستخدم في قياس الجرعة الإشعاعية اللي هي راديشن دوز، ومنها طبعا الريم أو السفرت ويتصل بالرمز اس في، راديو اكتيفيتي ميجرد ان كوري، يعني احيانا النشاط الاشعاعي بنقيسه باستخدام وحده الكوري او البكرل البي كي، و الجرعه الاشعاعيه الابزوربد دوز الممتصه بتقاس بالراد او بنقيسها بالجري بيختصروه بالرمز الابريفيشن بتاعها الجي واي. ممكن تقاس ايضا بوحده اسمها الريم. وايضا ممكن طبعا الاكس راي اكسبوجر ميجرد ان رونتجن، وحده الرونتجن يعني تعرض الاشعاع من الاكس راي او الجاما راي بتقاس بوحده الرونتجن او الكوري، ده اللي هو التعرض للإشعاع. radiation effects طبعا التأثيرات الإشعاعية على الأورجنز والسيلز في جسم الإنسان. طبعا measurement in
ملي سفرت القياس بوحدة الملي سفرت للجرعة الإشعاعية اللي بيتعرض ليها ويحصل لها كوميوليتف تراكم يعني في جسم الإنسان. potentially fatal radiation scans طبعا قدرة الإشعاع طبعا إن هي تسبب أمراض قاتلة للإنسان لما يتعرض لها بجرعات هاي ريسك مخاطر كبيرة جدا. much higher risk of cancer later in life طبعا أكثر المخاطر اللي بيتعرض ليها الإنسان لتعرض لهذه الأشعة بيكون طبعا اللي هو إيه الكانسر. فلو الشخص تعرض لعشر تلاف ملي سفرت فاتل وزن دايز بيكون قاتلة في خلال أيام، خمس تلاف ملي سفرت would kill half thus exposed within one month. لو أنا لو عرضت شخص لخمس تلاف ملي سيفرت بتقتل نص الخلايا اللي بتعرض ليها خلال شهر واحد. وهكذا طبعا التأثيرات طبعا بتختلف طبعا إما تكون هاي ريسك أو مودريت ريسك أو تيلر رابول توليرابل ليفل مستويات بتكون منخفضة يعني. هنا طبعا في الجانب ده بيبين لي الأعضاء المختلفة اللي هي بتكون أكثر حساسية أو تحسس للتعرض للإشعاع زي الأيز. هاي دوز كان تريجر كاتاراكتس مانس ليتر ممكن تسبب إيه تعرض العين لجرعات عالية من الإشعاع تؤدي إلى تحس على حدوث المية البيضة في العين. الثايرويد جلاند هرمون جلاندز هرمونات الغدة الدرقية vulnerable to cancer radioactive iodine builds up in thyroid children most at risk. تعرض طبعا للإشعاع خلال التصوير بالأيودين المشع للغدة الدرقية وهرمونات الغدة الدرقية ممكن أيضا يؤدي إلى تحول هذه الغدة إلى غدة سرطانية. اللانجز الرئتين برضو بتكون متحسسة وبيؤدي لتلف الدي ان ايه الموجود في الخلايا الرئة وطبعا بتكون لها تأثيرات قاتلة على طبعا خلايا الرئتين. الاستومك ايضا و reproductive organs أعضاء التكاثر في جسم الإنسان زي التستس وزي الأوفيريان المبايض في الأنثى. السكن high dose cause redness and burning ممكن يؤدي لإحمرار وحروق في الجلد. البون مارو طبعا تعرض النخاع العظمي للإشعاع بيأثر على ال white blood cells خلايا كرات الدم البيضاء ويحولها لأدي طبعا لحدوث اللوكيميا اللي هو سرطان الدم وأمراض الجهاز المناعي في جسم الإنسان. sources of ionizing radiation مصادر طبعا الأشعة المتعينة طبعا ليه مصادر كتير جدا. الميديكال اكس راي طبعا 11% ناتجة من الأشعة التشخيصية. نيوكليار ميديسين الطب النووي 4%. الكانسمر برودكتس النواتج الاستهلاك 3%. تيرستريال
8% اللي هي الأرضية أو الكونية، الكوزموك 8% برضو الإشعاع الكوني، انترنال 11%، طبعا الرادون اللي هو العنصر الرادون العنصر المشع 55% بيكون مصدر للإشعاع أو الأشعة المؤينة. Medical sources of radiation، مصادر الإشعاع الطبي طبعا اللي بيتعرض ليها الراديوغرافر، راديوغرافر اللي هو فني الأشعة أو التكنيكال، بيتعرض طبعا لجرعات مكافئة بالملي ان الملي ريمز. طبعا مصدرها بيكون ناتج من الأشعة اللي بيحصلها سكاترينج من المريض. طبعا الإكس راي سورس في الديفايس الجهاز اللي بيكون مصدر للأشعة في الراديولوجي بيتعرض لها البيشنت، ويحصل طبعا أثناء تعرض الأشعة وسقوطها على جسم المريض بيحصل لها سكتر يعني التشتت، فأكثر هذه الأشعة المشتتة اللي بيتعرض لها التكنيكال بتكون نتيجة من الأشعة المشتتة من البيشنت. طبعا هنا بنوضح طبعا وضع البيشنت بالنسبة للجهاز الأشعة، طبعا شايفين طبعا جهاز الأشعة طبعا فيه الإكس راي تيوب اللي هي الأنبوبة اللي هي بتكون السورس أوف راديشن، والسبيسر كون اللي هو المخروط الوحدة المخروطية تهية. والكنترول يونت وحدة التحكم، والإيمج انتنسفاير اللي هو مكثف الصورة، وادي البيشنت والتيبل اللي هو الترابيزة اللي محطوط عليها المريض، والارم السي ارم اسمبلي اللي هو مجمع الذراع بتاع الجهاز، والتلفزيون كاميرا طبعا دي اللي هي الكاميرا اللي بتصور، طبعا الكاميرا التلفزيونية اللي بتصور الصورة الإشعاعية. طبعا اللاترال اكس راي تيوب اورينتيشن، الوضع الجانبي لانبوبه الاكس راي الاشعه اكس اللي هي مصدر الاشعه، طبعا دي طبعا شوف هنا الوضع المناسب لوضع المريض بحيث ان بيقلل من السكاترينج راديشن. شوف هنا الاكس راي تيوب لاترال جانبيه، المنطقه اللي تكون السفلى دي بتكون هاي باك سكاتر ريجن، اكتر منطقة يكون فيها سكاتر للاشعة اللي هي بتكون اسفل الاكس راي تيوب، والمنطقة التانية طبعا اللي هي تحت الايمج انتنسفاير بتكون اقل منطقة فيها تشتت للاشعة، والمنطقة العليا طبعا لو سكاتر راديشن اريا من الجانب الاخر من الاكس راي تيوب. لازم نعرف ايه هي اكتر الاماكن اللي يكون فيها تشتت للاشعة اللي بتسقط على المريض زي ما انتم شايفين في هذه المنظر وهذا الشكل. ايضا برضو الصورة دي بتوضح لي السكاترينج او السكاتر ريجون للاشعة زي ما شفنا في الصورة اللي فاتت. البرايمري بيم راديشن ليفلز، مستويات الإشعاع الأولية، طبعا وضع المريض بالنسبة للإكس راي تيوب، برضه نفس القصة بيوضح لي وضع البيشنت
وتعرضه للأشعة، وإن في طبعا أفضل وأمثل وضع اللي هو الوضع اللي هو الجود بوزيشننج اللي هو الوضع اللي هو الأعلى ده. شوف المصدر الإكس راي تيوب يكون بعيد عن التيبل، والانتنسيفاير ايمج مكثف الصورة بيكون قريب من البيشنت. دي أفضل بوزيشن يتحط فيه المريض. طبعا البوردر لاين الوضع الرمادي اللي هو يعني مش لا هو كويس ولا هو يعني سيء، اللي هو بيكون التيبل في منتصف المسافة ما بين الاكس راي تيوب والانتنسيفاير ايمج. طبعا الان اكسبتابل بوزيشن ده الوضع الغير مقبول، ان يكون البيشنت على التيبل يكون قريب من الايه الاكس راي تيوب، وبيكون طبعا الانتنسيفاير ايمج بيكون بعيد عن البيشنت. فده الوضع ده بيكون وضع سيء وغير مقبول هذا الوضع. لكن افضل وضع طبعا الجود بوزيشن والوضع العلوي ده، هو ان بيكون الاكس راي تيوب بعيده عن التيبل المحطوط عليه المريض، والايمج انتنسيفاير اللي هو مكثف الصوره بيكون قريب من البيشنت. سكاتر راديشن، تشتت الاشعاع من اكتر الاشياء اللي بيتعرض ليها التقني او الراديو جرافر او التكنيكال الموجود في الوحده، بيكون ناتجه من التشتت بتاع الاشعه اللي بتتشتت من المريض او البيشنت. ولذلك بتجد انه scatter radiation during mobile fluoroscopy is low when the X-ray tube is under the table. يعني التشتت الأشعة المشتتة من البيشنت بتكون أقل لما بيكون مصدر الإشعاع اللي هي الإكس-ري تيوب بتكون أسفل التيبل، ما بيكونش above the patient. Fundamental principles of radiation protection. في أسس جوهرية لحماية من الإشعاع. هذه الأسس، أول أساس طبعا justification اللي هي المبررة، التعرض للإشعاع المبرر. الأوبتمايزيشن اللي هو التعرض الأمثل. الدوز ليميتيشن اللي هو حدود الجرعة. Justification: no practice shall be adopted unless its introduction produce a net positive benefit. يجب أن يبقى هذا الوضع المبرر ده، يجب أن يبقى في أدنى، يعني التعرض الإشعاع يجب أن يبقى في أدنى، لما يكون مبرر أن أنا أعرض نفس الأشعة نتيجة أن هاخد صورة تشخيصية، صورة أشعة تشخيصية أو أيا كان، سواء كانت السي تي أو الإكس راي أو الإم آر، دي طبعا تعرض مبرر. أنا بتعرض للإشعاع ده نتيجة إن أنا عايز آخد دايجنوستيك إيمج، صورة تشخيصية للحالة بتاعتي. فيجب أن يبقى التعرض في أدنى مستوى ممكن بشكل معقول. Optimization، الحالة المثلى طبعا all exposure، ان كل التعرضات يجب ان تكون في ادنى مستوى ممكن وبشكل معقول، as low as responsibly achievable. تمام.
Those limitation, the dose equivalent to individual shall not exceed the limit recommended for the appropriate circumstance by the ICRP اللي هي International Commission on Radiological Protection. حدود الجرعة يجب ألا تتخطى الحدود الموصى بها في الحالات الملائمة اللي الجمعية الدولية للحماية من الإشعاع أقرت بها إنها ما تتخطاش هذه الأبعاد أو هذه الحدود من الجرعة. والكلام ده طبعا البيزك راديشن بروتكشن استراتيجيز اللي هي استراتيجيات الحماية أساسيات أو الاستراتيجيات الأساسية للحماية ضد الإشعاع اللي بنسموها ألارا. ألارا يعني اللي هي as low as reasonable achievable، يعني اللي هو يبقى أن تبقى التعرض الإشعاع في أدنى مستوى، أدنى إيه؟ مستوى من التعرض الإشعاع بيكون طبعا بشكل مقبول ومعقول، نسموها اللارا هي as low as reasonably achievable. دي الاستراتيجيات للحماية من الإشعاع. من حيث التايم الوقت اللي انا هتعرض للإشعاع فيه، الديستانس المسافة اللي بتعرض من مصدر السورس اوف راديشن، شيلدنج الاشياء الواقية اللي بستخدمها، الحماية الشخصية اللي بستخدمها ايضا، كل ده عشان ريديوس دوز، الغرض منه تقليل الجرعة اللي بتعرض ليها من الإشعاع. طبعا في قانون بيسموه قانون التربيع العكسي، the inverse square law، radiation intensity fall off with distance. طبعا شدة الإشعاع اللي بتسقط خلال المسافة، بتسقط عليها على بعد من السورس اوف راديشن. فمثلا المساحة لو مساحة واحد في واحد على ارتفاع متر، الانتنسيتي شدة الإشعاع بتساوي واحد. لو المساحة اتنين في اتنين يبقى الانتنسيتي واحد على اربعة ربع. لو المسافة الاريا تلاتة في تلاتة يعني يبقى اذا الانتنسيتي الشدة المفروض تسع، واحد على تسعة وهكذا. دي اسمه قانون التربية العكسي لشدة الإشعاع اللي بتسقط على المساحة على المسافة من مصدر الإشعاع. الاسكاتر راديشن ديستريبيوشن طبعا انتشار الأشعة المشتتة، والوحدات بتاعتها طبعا الملي ريم لكل مينتس او الراد، ملي راد لكل مينتس. البيشنت انترانس سكين اكسبوجر، تعرض الجلد لدخول الاشعه في المريض، بتساوي 3 راد بير مينتس. شيلدنج اللي هي الحمايه، البيرسونال شيلدنج الحمايه الشخصيه والوقاية الشخصية من الإشعاع، بنستخدم ليها طبعا الليد ابرونز اللي هي المراية المبطنة بالرصاص at least 3 ل 5 ملي متر بي بي ليد، يعني السمك بتاع الرصاص بيبقى من 3 ل 5 ملي متر للمراية اللي هي الرصاص دي، equivalent to provide up to 90% shielding، بتوفر حماية يعني أكثر من 90%، تصل 90% من الحماية ضد الإشعاع. thyroid or eye shielding during fluoroscopy، طبعا الواقية للعين والغدة الدرقية أثناء التصوير الفلوروسكوبي. lead glove
القفازات الرصاص 5 ملي متر رصاص طبعا. If hands are likely to be in the beam, لو اليد طبعا محتمل ان هي تتعرض للإشعاع. بلبس طبعا الجلافز اللي هو ايه الواقي طبعا, الجلافز او القفاز الرصاص ده هو عشان يحمي يدي لو كانت يدي بتتعرض للإشعاع. الليد دراب on fluoro tower provide and additional 90% protection of the remaining, وتبقى طبعا 10% ليد ليد ابرونز اباف تكون معرضة للإشعاع. الارا بوليسي, سياسة الالارا اللي هي اللي قلنا عليها قبل كده اللي هي as low as reasonably achievable, لو ان يبقى التعرض في ادنى مستوى ممكن بشكل معقول طبعا عشان احمي نفسي من تعرض الاشعاع. correct exposure factors, تصحيح عوامل التعرض. correct radiographic technique, تصحيح التقنيات الاشعاع. appropriate radiation protection, طبعا أدوات الحماية من الأشعة المناسبة. appropriate development أو viewing techniques, طبعا تطوير المناسب والملائم للتقنيات الرؤية في وحدة الأشعة. appropriate طبعا radiographic position for examination, أوضاع الملائمة والمناسبة أثناء الفحص. minimize repeat examinations, طبعا تقليل تكرار الفحوصات للمريض عشان ما يعرضوش لأكبر جرعة من الإشعاع. continuing education, استمرار التعليم, دائما أعمل training وتعليم مستمر للتكنيكال ستاف بحيث إن هو يطلع دائما على إيه على أحدث الارشادات والجايد لاينز الدوليه اللي بترشد للتعامل مع الراديشن ديفايس وحدات الاشعاع والبوزيشنز بتاعت البيشنت وضعها بيكون ازاي وادوات الحمايه الشخصيه المناسبه والملائمه اللي انا استخدمها اثناء الفحص عشان اقلل اكبر اقلل او اعمل مينيمايز دوز اوف راديشن, اقلل جرعه الاشعاع اللي بتعرض ليها اثناء الفحص ليا او للمريض. individual monitoring TLD exposure assessment, طبعا TLD سيرمو اليومينسنت ديزوميتر اللي هي الأجهزة أو الوحدات اللي بتستخدم في قياس الجرعات الإشعاعية الممتصة أثناء العمل أو أثناء التعرض ليها. individual dose monitoring shall be undertaken for workers who are normally exposed to radiation in controlled areas, طبعا الجرعة الإشعاعية اللي بتراقب للعاملين أثناء ما بياخدوا الفحص, وده طبعا شخص بيتعرض طبيعي للأشعة في مساحة محكومة أو بتكون مضبوطة زي مين الراديولوجيستس طبعا اللي هم أخصائي الأشعة, الميديكال فيزيستس الأطباء, البرو المساعدين, راديوغرافرز اللي هم الفنية الأشعة, والنيرسز اللي هم التمريض. دول اللي بيتعرضوا تعرض طبيعي في مساحة بتكون كنترول تحت السيطرة وتحت التحكم. other frequent users of X-ray system such as endoscopists, anesthesiologists اللي هم أطباء التخدير, الكارديولوجيستس أطباء القلب, surgeons الجراحين ATC وآخرين, as well as ancillary workers المساعدين طبعا العاملين المساعدين who work in control area, دول اللي بيشتغلوا في أماكن محكومة.
shall also be monitored. يجب أيضا إن احنا نتابعهم ونعمل لهم فول أب وقياس للجرعات الأشعة اللي بيتعرضوا ليها من خلال استخدام الأجهزة اللي بتقيس هذه الأشعة. طبعا الشيست بادج اللي بتحط على الصدر هول بادي دوز طبعا اللي بتقيس كل الجرعة الأشعية اللي بيتعرض لها الجسم دي worn at chest level بيرتديها عند مستوى الصدر. في الريست باتش اللي بتحط في الريست worn in wrist الفينجر دوزيميتر بتقيس الجرعة الأشعية في الصوابع ودي worn in finger بتلبس في الصباع. individual monitoring when a lead apron is used المراقبة والمتابعة الشخصية لما بنستخدم المرايل الرصاص the dosimeter should be run under the apron يعني أنا لما أحط الجهاز اللي بيقيس الإشعاع يجب أن أنا أرتديه يكون أسفل المرايل الرصاص ده هي لتحديد الجرعة المؤثرة effective dose. The other body areas not protected by the apron will receive higher dose. طبعا المناطق الأخرى من الجسم الغير محمية من المرايل الرصاص دي طبعا بتكون بتستقبل أكبر جرعة من الإشعاع. One decimeter worn under the apron will yield a reasonable estimate of effective dose for most instances. In case of high workload interventional radiology and additional dosimeter outside the apron should be considered by the RSO. RSO اللي هي Radiation Safety Officer اللي هو مكتب السلامة من الإشعاع. حالات طبعا التحميل العالي للإشعاع بنضيف طبعا أجهزة قياس الإشعاع دي تكون خارج outside the apron ودي بتعتبر طبعا دي يجب أن تعتبر من خلال طبعا مكاتب الحماية أو السلامة ضد الإشعاع. Radiation exposure in pregnancy تعرض الإشعاعي للست الحامل there are radiation related risks مخاطر throughout pregnancy which are related to the stage of pregnancy and absorbed dose خلال مراحل الحمل والجرعة الممتصة. radiation risks طبعا مخاطر الإشعاع are most significant بيكون أكثر أهمية during organogenesis and in the early fetal period أثناء المراحل الأولى من الجنين نمو الجنين طبعا وأثناء عملية تكون الأنسجة organogenesis somewhat less in the 10th trimester and least in the 3rd trimester طبعا تكون في الشهر الثاني او الشهر الثالث الفترات ده هي طبعا تكون فترات الفترات المبكره للجنين اقل من الشهر الثاني او الشهر الثالث طبعا most risk طبعا اكثر المخاطر بتكون في الشهور الاولى طبعا بتبدأ تقل وتكون أقل ما يمكن في الشهور الأخرانية طبعا لكن الشهور الأولانية الشهر الثاني أو الشهر الثالث بتكون الخطورة بتكون أعلى لأن مرحلة النمو مرحلة التكوين مرحلة نشوء الأنسجة والخلايا والأعضاء. Radiation exposure in pregnancy if the staff personnel get pregnant she should notify يكون في ملاحظة إن radiation protection unit and fill the pregnancy form
to monitor monthly during the pregnancy period. طبعا الستاف طبعا المفروض الست الحامل طبعا دايما يعمل طبعا ينبه على ارتداء الايه ادوات الحمايه الشخصيه طبعا وارتداء طبعا الديزميتر فوق الابرون ليد. The maximum dose for each abdominal and chest TLD should not exceed 1 ملي سيفرت بير بريجنسي بيريود. الأقصى طبعا جرعة لكل من البطن أو الشست الصدر طبعا لا تتخطى 1 ملي سيفرت في فترة خلال فترة الحمل البريجنسي بيريود. If it approaches this limit she should stop. لو تخطى هذا الحد يتوقف اي اشعه تشخيصيه X-ray imaging procedures and transferred to other duties طبعا وتنتقل الى حسابات اخرى ليها. يبقى does limit exposure does exposure limits from NCRB report nuclear commission او national commission radiation protective report number 116 and international commission radiation protective publication 16 طبعا وضعت معايير معينه ل التعرض للإشعاع occupational exposure تعرض الإشعاع المهني effective dose annual الجرعة المؤثرة سنويا 50 ملي سيفرت بالنسبة لل national commission radiation protective 116 بالنسبة لل ICRP 60 20 ملي سيفرت effective dose cumulative المتراكمة 10 ملي سيفرت في بالنسبة للإيج للعمر و 100 ملي سيفرت إن 5 years كل 5 سنوات equivalent dose annual 150 ملي سيفرت lens of eyes 500 ملي سيفرت skin hands feet الجلد اليد القدم 150 ملي سيفرت lens of eye 500 ملي سيفرت skin hand sheet طبعا البريجننت 5 ملي سيفرت بالنسبه للاي سي ار بي 60 2 ملي سيفرت للتعرض الايه السنوي. public exposure التعرض العام effective dose annual 1 ملي سيفرت if continuous 5 ملي سيفرت اف الفريكوانت يعني ما حصلش تكرر ليها يعني ما بتتكررش 1 ملي سيفرت هاير اف نيدد بروفايدد 5 يير انوال افريج اقل من او يساوي 1 ملي سيفرت الايكوفالنت دوز انوال 15 ملي سيفرت لينز اوف اي 50 ملي سيفرت سكين هاندز فيت بالنسبه للاي سي ار بي 60 15 ملي سيفرت لينز اوف اي 50 ملي سيفرت سكين هاند فيت دي كلها اللي هي الجرعات التي حددتها هذه المنظمه اللي هي الناشونال كوميشن راديشن بروتكشن 116 والانترناشنال كوميشن راديشن بروتكشن 60 وضعت طبعا الجرعات الاشعاعيه اللي ممكن يتعرض ليها الشخص سنويا وحددتها بوحده الملي سيفرت. طبعا الجدول ده مهم جدا
عشان نعرف لما بنقيس الإشعاع باستخدام الأجهزة اللي بتقيس الإشعاع، لو الإنسان تخطى هذه الأرقام يبقى كده هو في خطر، لكن طول ما هو تحت هذه الأرقام وهذه الجرعات بيبقى هو في أمان، بيكون سيفتي. كده نبقى انتهينا من هذه المحاضرة اليوم اللي بنتكلم فيها عن الإشعاع ومخاطر الإشعاع وإيه هو الإشعاع وأنواع الإشعاع زي ما تكلمنا عنها، الإشعاع المؤين والإشعاع الغير مؤين، وعرفنا الأوضاع المناسبة والملائمة اللي بتحط فيها المريض على الترابيزة الجهاز لأخذ الصورة التشخيصية، وعرفنا أدوات الحماية الشخصية من الإشعاع اللي مفروض نحافظ عليها أثناء ما بنكون شغالين في الوحدة لطبعا عمل الأشعة التشخيصية. طبعا الموضوع السلامة من التعرض للإشعاع موضوع مهم جدا، ولازم نتبع فيه كل الإرشادات الدولية والجايد لاينز اللي هي بتحثنا على الاستخدام الأمثل للأجهزة اللي تستخدم في التصوير الإشعاعي عشان أحمي نفسي أولا كتكنيكال، وأحمي المريض إن هو يتعرض من للجرعات زائدة من الإشعاع. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.